حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت اللجنة المالية النيابية فشل البنك المركزي العراقي في السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وقالت اللجنة إن بوابة تهريب العملة ما تزال مستمرة من قبل الأحزاب ومصاريفها مع ارتفاع بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، مضيفة أن سياسة البنك المركزي تجاه الدولار لم تنجح حتى الآن كونه لا يمتلك حلولا جدية وحقيقية للسيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار. شكك النائب هادي حسن الإسلامي أو السلامي شكك بإجراءات وزارة المالية بشأن مكافحة الفساد وأتمتة النظام في المصارف ودوائر الوزارة والربط الإلكتروني. وفي ردها على تساؤل للنائب اعترفت وزيرة المالية طيف سامي بوجود تلكؤ من قبل الشركات المشرفة على تنفيذ العمل في مقر الوزارة وشركة الخدمة المصرفية، لافتة إلى إلغاء آلاف الحسابات المصرفية الخالية من الأرصدة فيما لم تحدد سقفاً زمنياً لإتمام المشروع الذي من شأنه أن يوقف عمليات تهريب العملة وغسل الأموال. قال وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي قال إن الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن مستحقات كردستان العراق يتمثل باشتراط حكومة السودان استلام جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية، إلا أن أربيل تريد تسليم إيرادات النفط والكمارك فقط وليس الرسوم والضرائب الأخرى. وأضاف الوكيل الأسبق أن سبب الخلاف هو عدم إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، وأن المشكلة الآن هي في الإيرادات غير النفطية، فيما تعتبر أربيل إيرادات الكمارك هي فقط ما سمته بالسيادية، و 50% منها للمركز و 50% لكردستان العراق. عبر سائقو المركبات في محافظة التأميم عن ندمهم من إضافة منظومة الغاز السائل لتشغيل سياراتهم بسبب اضطرارهم للوقوف في طابور يمتد لأكثر من 2000 متر على منافذ التزويد، وعمل الكثير من أهالي المحافظة على إضافة منظومة الغاز سياراتهم وغالبيتها حديثة بسبب شح مادة البنزين وفرض المنتوجات ككوبونات للتزويد به. وعبر الكثير من سائقي السيارات عن استيائهم من آلية عمل المنافذ التي يوجد 4 منها في كركوك و2 منها تحت الصيانة، ما يجعل البعض منهم يقف في طوابير الانتظار لأكثر من ساعتين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي لتبلغ 305,000 برميل يومياً، وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت بمقدار 70,000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، الذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 235,000 برميل يومياً، مضيفة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسة بلغ 5,810,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 35 مليون برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.